مساء الخير عليكم في كل مكان، إن شاء الله طيبين وسالمين وفي أحسن حال. ظلال أصيلكم، ظلال أصيل اليوم، يا رب تعجبكم هذه الحلقة بكل ما عدينا لكم من فقرات تهمكم وتهمنا بالضرورة. يا رب نوفق في تقديم هذه الحلقة من ظلال أصيل. نأخذ الريموت ونبدأ مشوارنا مع بعض ونقول بسم الله. في حب الفيق ما عميق